نوصل لعزيزنا القوس عنده سنة الخروج عن المألوف، وهيدا البرج اللي على طول عايش ضارب بعرض الحيط كل الأوانين، بيتأمل لك أرباح غير منتظرة خاصة بالقسم الأول من السنة مع وجود المشتري بالثور اللي بيحمل لك نجاحات وتسهيلات ومغامرات ومستقبل واعد جدا. رح تثمر جهودك وتاخذ قرارات مصيريه، بكاد ما بيمرق شهر الا ما بيحمل معه جديد بخليك تستثمر بمجالات ناجحه وتحقق ارباح وتشتغل على تطوير اعمالك وتخوض مجالات جديده بتحقق فيها مكاسب عن طريق التجاره، البيع، الشراء، وممكن تقرر السفر بحثا عن عقود مهنيه جديده او تنفيذ مهمه خارج البلاد. سنة بتكون فيها تجارب جديدة من أجل الخروج عن المألوف، أنت دايما بتحب الخروج عن المألوف، لكن بداية الربيع وبداية الصيف بدك تنتبه لشوي لأنه بتطلب الحذر والانتباه مع انتقال المشتري للجوزاء اعتبارا من تاريخ 26 أيار يلي بشكل مربع مع زحل يلي ما بننساه ببرج الحوت المعاكس لإلك من سنة الماضية وبيكون الطالع الفلكي معاكس جدك. سنة بالإجمال جيدة بتقرر فيها خوض تجارب جديدة من أجل الخروج عن المألوف واقتحام مجالات مهنية جديدة بتحلم فيها من سنوات تانية وبتسعى إلى تطوير ذاتك وتحقيق ارتباطات جديدة. عاطفيا رح تكون على موعد مع الأوقات السعيدة مع إيجابيات كثيرة، رح تكون على موعد مع الغزل تمضية أجمل اللحظات الرومانسية برفقة الشريك، بتستعيد ذكريات الزمن الجميل وبتعقد صداقات جديدة بتساهم بنجاحك وتتعرف على وجود جديدة ابتداء من شهر أدار. هيدا كله رح يصير عندك، رح تلاقي الأمان بالقرب من مولود برج الأسد أو الحمل يلي هني ناريين مثلك، واثنيناتهم ممكن يقوموا بدور مميز بحياتك واحتمال كثير إنك تنهي العزوبية. صحيا صحتك أفضل من السنة الماضية، والسبب هو مواظبتك على ممارسة رياضة المشي يوميا أو القيام بنزهات بالطبيعة بعيدا عن الضجة، ضجة المدينة والتلوث.